المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خير من يطلعنا على التفاصيل، لأنه تفاصيل المشروع ده كبيرة جدا، وتقدر كده تتخيل بحسبة بسيطة عروض الأوبرا اللي مهتم بالأوبرا يومية، عروض المسرح القومي دورية ومنتظمة، عروض مسارح الدولة وقصور الثقافة متشعبة في 28 محافظة. المشروع ده كبير، فازاي هيتم نقله، ازاي هيتم التنسيق واختيار الاعمال؟ مساء الخير اولا، وسعداء جدا انه حضرتك ممكن توضح لنا كل التفاصيل دي، واولا مبروك على هذه الشراكه القيمه. مساء الخير دكتوره، شكرا على هذه الاستضافه، وخليني اكمل على كلام مخرجنا الكبير الاستاذ محمد فاضل، واقول لك ان النهارده البروتوكول ده بيتيح محتوى ثقافي من نوع مختلف على الشاشات المختلفة للتلفزيونات اللي موجودة معنا في مصر. النهاردة أنا لو بتكلم على مسرح، المسرح ده بياخد 400 كرسي، أنا النهاردة خلي المسرح ده موجود عند عشرات الملايين يقدروا أن هم يتفرجوا عليه. المسرح، الحفلة الكبيرة اللي بتتعمل في الأوبرا بأحد النجوم الكبار ويحضرها 2000 واحد، أنا هنقلها للمواطن اللي عايز يتفرج على هذه الحفلة في أسوان وفي الوادي الجديد وفي الأقصر وفي البحيرة وفي كل حتة. فأنا النهاردة البروتوكول ده بيتيح للنوافذ المختلفة اللي موجودة عند وزارة الثقافة، اللي كلها كانت موجوده في اطار المسرح او المكان، محدوديه المكان اللي بتقدم من خلاله. انا النهارده من خلال الوسائل الاعلاميه بقدر ان انا انقل ده، بحيث ان يبقى في نقل تلفزيوني محترم لهذه الفعاليه. الحاجه المهمه اللي نقدر نتكلم عليها كمان دلوقتي هي ان انا النهارده زي ما حضرتك ذكرتي قصور الثقافه اللي موجوده في مختلف انحاء مصر، ده في طابور من المواهب يا باشمهندس مستني الفرصه دي. المواهب دي فعلا في قصور الثقافه بيتم عمل مسابقات دائما ابدا، يعني مش عايز انكر جهود وزاره الثقافه في هذا، ان هم بيعملوا اصلا مسابقات عندهم. بس هي المسابقه بتقف عند حدود المدينه. انا النهارده هنقل المسابقه اللي بتقف عند حدود المدينه دي، لان هي تبقى المدن كلها، تبقى المحافظات كلها، فلما يبقى كل دول مجتمعين مع بعض اقدر اطلع بمواهب لمصر الناس كلها تشوفها. النهارده بدل ما تبقى مسابقه في قصر ثقافه في اسيوط بيتسابق فيها 30 متسابق بيشوفهم 200 واحد جوه المسرح، انا النهارده هقدر ان انا اخد دي، لان يبقى بيشوفها ملايين، ويبقى فيه أكثر من حكم من الحكام الكبار من الفنانين الكبار هيقدر يشوف المواهب قدامه، بالظبط، مش هيبقى بينقض عنها طوال الوقت. وده كنا بنسمعه كمان يا باشمهندس، عفوا، يعني عايزه بس أكد على جملة حضرتك دي، لأن كنا بنسمع كتير قوي من مخرجي الدراما كان يقول أنا كنت أروح المسرح أدور على وجوه جديدة، فسهلناها كمان ووسعنا الإطار. أنا فاهم حضرتك. الفكرة كلها إن أنت بتوسعي المساحة اللي الناس بتقدر إنها تشوف من خلالها، وده يعني أمر مهم جدا، لأنه بيدي بعد ما كانش موجود أصلا. البعد ده بيخلي إن التعامل مع هذه الفعاليات المختلفة، ودي فعاليات كتيرة جدا، وزي ما حضرتك كنت بتقولي تقريبا الاوبرا بتشتغل 250 يوم في السنه، وكذلك المسارح وكذلك قصور الثقافه. فطبعا المحتوى هيتم بشكل معين، يعني بطريقه معينه هيتم بالزبط. طريقه تنقيه معينه بحيث ان هو يظهر في الصوره الابهى على التلفزيون، بحيث ان يبقى في استفاده من هذا البروتوكول اللي موجود على شاشات المختلفه.
سؤال أخير يا باشمهندس يخص اللوجستيات، يعني باقة قنوات المتحدة وتعدد القنوات ممكن يخلينا نبقى عندنا كده فضول نعرف على أي القنوات هتبقى هذه العروض، ولا هيتم توزيعها على أكثر من قناة من قنوات الشركة المتحدة؟ لا ما يعني احنا يعني لسه بقى ما بنعملش يعني طريقة انها تبقى موجودة على قناة واحدة او كده، لا ده طبعا مش بيحصل. بيحصل تنوع بين القنوات، وبيحصل تنوع بين الشاشات، وعلى حسب المحتوى وعلى حسب القناة بتخاطب مين، ويعني ليها بحوث ودراسات مختلفة لحين حيز التنفيذ باذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأجيال كتيرة جدا من الموهوبين والفنانين بتشكر حضرتك والشركة المتحدة ووزارة الثقافة على تعاون ناس كتير جدا ستستفيد منه. شكرا، شكرا جزيلا. مهندس حسام صالح مدير تنفيذي العمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جملة صغيرة بس عشان احنا نتخيل حجم المردود الثقافي اللي ممكن يحصل. الثقافة، الإعلام، الرياضة، التعليم، دول شوية الحاجات أو جزء من، مش جزء، ده الجزء الأهم من تكوين الشخصية. فكل ما بقى عندنا أدوات لتكوين الشخصية المصرية كل ما يقل الخوف والهلع والقلق من أي رافض غريب بيجي علينا، إن احنا نخاف قوي على أولادنا من ثقافة وافدة غريبة مش مظبوطة. كل ما تزود إمكانياتك في إنك تبني الشخصية وإنه ليك سيطرة على الشخصية المصرية كل ما نبقى مطمئنين. عشان كده احنا فرحانين بزيادة إنه الثقافة تاخد مساحتها المستحقة على شاشات القنوات.